اليوم يا جماعة عندنا مبادرة بمناسبة اليوم العالمي للشباب، مقدمة من إدارة الثقافة المرورية في المرور وربعنا هني في دوز، نشجع فيها الملتزمين مروريا سواء أنت بتي عن طريق الدرايف ثرو طاق الحزام أو طاق الحزام، ضيافتكم علينا. هذه مبادرة بمناسبة اليوم العالمي للشباب، لابس حزام ما تدفع، هاي فاتورتك. يا والله انصدمت وايد ومشكورين. شغلك يعني الالتزام وراه منفعه. لابسين حزام؟ نعم. تحسبكم 13 ليره. 13 ليره، لانكم لابسين حزام. حزام، هاي فاتورتك باي. عليكم بالعافية. أي أحد يجي ملتزم قانونيا بالحزام يتدبل السعر. لا يصير زيادة يا حبيبي. وهاي فاتورتك يبا ما تمنى على شيء؟ عسى الله يحفظكم. اي والله اخيرا انا حفظت الشباب. هذه حق سلامتهم صراحة. يعني مهم ها؟ اكيد. كفو. الاحزام مهم